السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، الدارسين بالمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الفندقية. Dear viewers, dear second grade students studying at commercial secondary schools and secondary schools for hotel affairs. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة اللغة الإنجليزية. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عبارة عن شرح ليونت 2 بعنوان Skills at Work أو مهارات في العمل. هنبتديها الأول بـ vocabulary، بعد كده grammar and structure، وبعد كده هنشرح مع بعض إزاي نحل الـ exercise. Yeah, let's get started. زي ما احنا شايفين قدامنا العنوان بتاع اليونت unit 2 skills at work، بمعنى مهارات في العمل. نبتدي مع بعض نشرح الـ vocab بتاعنا ونشوف معناه ايه. أول حاجة معانا you should follow the instructions in the memo. You should follow the instructions. Instructions بمعنى تعليمات، يعني يجب عليك ان انت تتبع التعليمات الموجودة في memo، هي مذكرة. يبقى في عندنا كلمة instructions بمعنى تعليمات وكلمة memo بمعنى مذكرة. معنى الجملة بتاعتنا ايه؟ يجب عليك ان تتبع التعليمات او الارشادات الموجودة في المذكرة. The office manager sent a memo to all clerical staff. The office manager. Office manager بمعنى مدير المكتب. Sent a memo يعني ارسل مذكرة to all clerical staff لكل هيئة الكتابية. يبقى clerical staff بمعنى الهيئة الكتابية، اللي هي هيئة الموظفين المسؤولة عن الملفات والمسؤولة عن الخطابات والمسؤولة عن correspondence اللي هي المراسلات. يبقى معنى الجملة بتاعتنا the office manager sent a memo to all clerical staff، يعني مدير المكتب أرسل مذكرة لكل الهيئة الكتابية، كل هيئة الموظفين الكتابية. الجملة اللي بعد كده reception staff should answer the telephone with the name of the company. يعني ايه reception staff؟ reception staff اللي هي هيئة العمل التي تعمل بالاستقبال. يبقى reception staff يعني هيئة العمل بالاستقبال. should answer يجب عليهم ان هم يردوا على الهاتف with the name of the company، باسم الشركة. يعني اول ما يردوا على التليفون لازم ان هم يقولوا اسم الشركة الاول. يبقى الاكزامبل بتاعنا reception staff should answer the telephone with the name of the company. الجملة اللي بعد كده after writing a message read it aloud to the caller to check that the details are correct. after writing a message يعني بعد كتابة الرسالة read it aloud to the caller، بتقرأها بصوت عالي، صوت واضح للمتصل. to check that the details، كلمة details بمعنى تفاصيل. the details are correct يعني التفاصيل صحيحة. انت بعد ما بتكتب المسج اللي بتتمناها اللي بتتملاها على التليفون، بعد ما بتتملاها بتقرأها بصوت عالي للمتصل. ليه؟ to check ان انت تتأكد وتراجع ان التفاصيل كلها صحيحة. بعد كده عندنا memo. يعني ايه memo؟ قبل ما نعرف مع بعض طريقة الكتابة بتاعت الميمو لازم نعرف الأول هي معناها إيه. المذكرة أو ميمو هي عبارة عن إيه؟ مجموعة تعليمات المدير الشركة بيرسلها للموظفين بتوع الشركة أو لمجموعة من الموظفين. يعني ممكن هو يوصلها لكل الموظفين all employees، أو ممكن مجموعة منهم مثلا ليكن مثلا reception staff أو ممكن clerical staff. فبيديلهم إرشادات واضحة. الإرشادات دي بتكون بنموذج مذكرة. النموذج بتاع المذكرة بنكتبه إزاي؟ ده اللي هنتعرف عليه مع بعض دلوقتي. يلا نشوف. المذكرة بتتكون من أربع أركان رئيسية. أول حاجة معانا from بمعنى من. from بمعنى من. يعني إيه من؟ يعني the writer's name and job. يعني بنكتب فيها the writer's name and job، اسم الكاتب بتاع المذكرة ووظيفته. يبقى اسم كاتب المذكرة ووظيفته. طب فرضا انا في صيغة السؤال ما جابليش غير اسمه فقط، تمام، احنا بنحط الاسم فقط. جاب لنا الداتا فيها اسمه ووظيفته، في الوقت ده بنحط ايه؟ الاسم والوظيفة، بنحط البيانات كاملة. بعد كده to بمعنى الى. الى يعني
موجهة إلى مين؟ The reader's name، يبقى اسم قارئ المذكرة. طيب اللي هو مين؟ اللي هو المستقبل للمذكرة المرسل إليه، يبقى from بمعنى من، بنكتب جنبها اسم الكاتب المذكرة ووظيفته. طيب to بنكتب جنبها ايه؟ the reader's name او قارئ المذكرة او اللي هو مستقبل المذكرة المرسل اليه، بنكتب ايه؟ الاسم بتاعه جنبها. طيب بعد كده الركن الثالث اللي هو ايه؟ RE، ده اختصار لكلمة reference. reference بمعنى موضوع المذكرة. the subject of the memo، the subject of the memo يعني موضوع المذكرة بتدور حول ايه. تمام، يبقى احنا كده عندنا ثلاث اركان اهو لغايه دلوقتي، from to reference. الركن الرابع اللي ناقصنا ايه؟ اللي هو date. التاريخ او date بيكون موجود في صيغه السؤال في الامتحان، write today's date or use today's date، يعني اكتب تاريخ اليوم او استخدم تاريخ اليوم. يبقى نرجع مع بعض كده الاركان الاربعه للمذكره. يبقى احنا لما نيجي نكتب المذكره لازم يكون في الاربع اركان دول متوفرين، from يعني من، بنكتب جنبها the writer's name اللي هو كاتب المذكرة أو المرسل، to يعني إلى، بنكتب جنبها اسم اللي هو مستقبل المذكرة أو اللي هيقرأها اللي هو المرسل إليه، وبعد كده reference أو الموضوع the subject of the memo، وبعد كده date اللي هو بيبقى تاريخ اليوم. طيب بعد كده أنا كتبت الأركان الأربعة، إيه الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية إن أنا أكتب the content. the content اللي هو المحتوى، محتوى المذكرة. طب أنا المحتوى ده هل أنا بكتبه من عندي ولا بيكون موجود من ضمن صيغة السؤال؟ بيكون موجود، وهنتدرب دلوقتي في الاكسرسايزز ازاي نحل حاجة زي كده. طيب بعد كده، بعد ما كتبت ال content، الخطوة الجاية ايه؟ الخطوة الجاية ان انا انهي المذكرة بتاعتي واكتب ايه في الانهاء بتاعها؟ thank you or thanks. يبقى انا عندي المذكرة تتكون من اربع اركان، from اللي هو the writer's name، to the reader's name، reference اللي هو السبجكت او الموضوع بتاع المذكرة، وديت اللي هو التاريخ. بعد كده بكتب المحتوى الموجود عندي وبنهي ب thank you. طيب نبتدي بقى نشوف مع بعض describing correct procedures using should or shouldn't. معنى should يعني ينبغي ان، وshouldn't معنى ايه؟ لا ينبغي ان، يعني انا بنصح شخص ان هو يعمل شيء او لا يفعل الشيء ده. تمام، طيب نشوف مع بعض كده examples. you should be polite at all times، you should listen carefully. يبقى يجب عليك او ينبغي عليك ان تكون مهذبا طول الوقت. you should listen carefully يعني يجب عليك الانصات او ان انت تستمع جيدا. You shouldn't say goodbye before the caller does. يعني لا يجب عليك ان انت تنهي المحادثة او تقول مع السلامة قبل ما ايه؟ قبل ما المتصل هو اللي ينهيها. You shouldn't say goodbye before the caller does. يعني لا ينبغي عليك ان تنهي المحادثة او تقول مع السلامة قبل ما المتصل يفعل ذلك. You shouldn't speak too fast. يعني لا يجب عليك ان انت تتحدث بسرعة كبيرة. يعني انت المفروض ان انت يعني talk slowly or speak slowly. يبقى you shouldn't speak too fast. زي ما احنا شايفين من خلال examples الموجودة عندنا ان الفعل اللي جاي بعد should موجود فين؟ في المصدر، يبقى مكتوب في مصدره، ما بنضيفش ليه اي حاجة. يبقى الفعل بيكون بعد should or shouldn't بدون اي اضافات. يعني you should be، you should listen، you should say، you should speak، you shouldn't speak، you shouldn't say. دي كلها بيكون بعدها الفعل في المصدر. يبقى نراجع كده مع بعض، you should بمعنى ينبغي ان، تمام، وبيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يعني ما بنضيفش ليه اي اضافات. you shouldn't بمعنى لا ينبغي ان، وبيكون برضو بعدها الفعل في المصدر. نكمل مع بعض. review of functional language. يعني ايه functional language؟ functional language او وظائف اللغة، ازاي بنوظف اللغة في المواقف المختلفة. يعني ازاي انا لو عندي محادثة هرد فيها، ازاي لو في انا في موقف معين هقدر ان انا ارد. دي وظيفة language functions او وظائف اللغة. يلا نتعرف عليها مع بعض. review of functional language، اول حاجة معانا
offering things يعني عرض الأشياء أو إن أنا بعزم على حد بشيء. إزاي إن أنا أقول ده؟ What do you like? Would you like a drink? Would you like a drink? هل تحب إن أنت تاخد مشروب؟ Would you like some cake? هل تحب بعض الكيك؟ يبقى أنا الأساسي عندي إن أنا بقول إيه؟ Would you like? Would you like a drink? Would you like some cake? ده في حالة إن أنا إيه؟ بعرض شيء أو offering things أو إن أنا بعزم حد على شيء. نشوف تاني حاجة معنا. Invitations and responses. Invitations اللي هي الدعوات and responses إزاي أرد على دعوة شخص ليا. يعني مثلا Would you like to go to the cinema with me? يعني حد مثلا بيقول أو بيعزم حد إن هو يروح معاه للسينما. Would you like to go to the cinema with me? هل تحب إن أنت تذهب معايا إلى السينما؟ الرد عليها لو أنا مثلا موافق هرد إزاي؟ هقول Yes I'd love to. أيوة أود ذلك. أنا ماشي أوكي تمام أو أود ذلك. أو لو أنا مثلا هرفض بس بطريقة مهذبة أقول إيه؟ I'd love to but I can't. I'd love to but I can't. يبقى invitations and responses يبقى الدعوات إن أنا بدعو أشخاص أو بدعو أي حد، بدعو صديق مثلا لشيء، أقول مثلا Would you like to go to the cinema with me؟ هل تحب إن أنت تذهب معي للسينما؟ لو هو موافق هيرد علي يقول لي إيه؟ Yes I'd love to، أود ذلك. هو مش موافق وبيرد عليا بأسلوب مهذب يقول I'd love to but I can't، أود ذلك ولكن لا أستطيع. مثلا ممكن يقول I'm busy، I have homework to do كده. أوكي اللي بعد كده starting a conversation using question tags يعني بدء محادثة باستخدام الأسئلة أو السؤال المزيل. طيب إزاي؟ يعني مثلا أنا عندي example He is absent today. Isn't he? He is absent today. Isn't he? أنا بستخدم السؤال المزيل للتأكيد. يبقى معنى أليس كذلك؟ يعني هو غائب اليوم. 1,230. نشوف مثال آخر. 20,499. يبقى إزاي إن أنا أقوله بقى الرقم ده؟ 20,499. 20,499. يبقى 20,000 اللي هو إيه؟ 20,000 و 499. 400. هل أنا قلت and 400؟ لا، ما قلتش and غير قبل العشرات فقط. يبقى 20,499. طيب الرقم اللي عندنا ده اللي هو إيه؟ 110,999. طيب 110,000 يبقى 110,999. خدتوا بالكوا ان احنا مثلا 110,000 حطينا and قبل ايه؟ قبل العشرات في الاول، الجزء الاول من الرقم، يعني 110,000 999. طيب يبقى احنا كده فهمنا ازاي ان احنا نقرا الرقم الكبير. How to say long numbers، الارقام اللي بتبقى طويله اللي فيها ارقام كتيره. يبقى اخر رقم معانا 110,999. بعد كده بقى هناخد exercises علشان ايه؟ نطبق اللي احنا اخدناه النهاردة واخدناه السيشنز اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت في unit 1. اول حاجة معانا write a memo. Write a memo to all clerical staff from Della Bain about the layout of letters. Ask them to remember that letters from POS should have the date on the right, not on the left. Write today's date. يبقى أنت ده النموذج اللي بيجي بيه السؤال الخاص بالمذكرة في الامتحان. طب إزاي إن أنا أبتدي أخد الداتا بتاعتي من السؤال؟ إزاي إن أنا أقسمه التقسيمة اللي إحنا قلنا عليها؟ ازاي ان انا اعمل الاربع اركان بتوعي واكتب المحتوى وانهي المذكرة؟ هنعرف مع بعض دلوقتي خطوة بخطوة. يبقى هو مطلوب مننا ايه؟ write a memo to all clerical staff from Della Bain. يبقى اول حاجة لازم احدد هي موجهة الى مين. يبقى اهي
write a memo to all clerical staff. يبقى هي إلى موجهة إلى يبقى إيه all clerical staff كل الهيئة الكتابية. يبقى المذكرة بتاعتي موجهة إلى مين؟ إلى all clerical staff أو كل الهيئة الكتابية. طب ده اللي حددته أهو أول ركن معايا to. طيب الركن التاني from. أنا هنا عندي from يعني من. مين اللي كاتب المذكرة؟ بيجي بعدها على طول اسم اللي كاتب المذكرة أو ممكن بيجيب اسم وظيفته. في الحالة دي هو جاب لنا اسمه فقط، يبقى from Delabain. Delabain ده اسم الشخص اللي كاتب المذكرة، وليكن مثلا مدير المكتب مثلا. تمام؟ يبقى أنا كده جهزت معايا اتنين ركن من أركان المذكرة، to و from. to بمعنى إلى، وبيتكتب بعدها اللي هو إيه اللي هيستقبل المذكرة أو المرسل إليه. وبعدين from يعني من، بيتكتب بعدها إيه؟ بيتكتب بعدها اسم كاتب المذكرة أو الراسل. طيب لسه في عندي كده إيه؟ لسه في reference اللي هو reference الموضوع. طيب نكمل كده مع بعض قراءة نشوف إيه؟ about the layout of letters. يبقى المذكرة بتاعتي is about what؟ is about the layout of letters يعني نموذج أو طريقة تصميم الخطابات، إزاي إن أنا أصمم الخطابات، the layout of letters. طيب يبقى أنا عندي كده بعد about موضح لي الموضوع بتاع المذكرة. يبقى أنا كده جهزت معايا ثلاث أركان، to from و reference. لسه الركن الرابع ده في آخر السؤال أو في آخر صيغة السؤال كاتب لي إيه بين قوسين أهو between two brackets كاتب إيه write today's date أو اكتب تاريخ اليوم. فكده انا بشوف تاريخ اليوم ايه وبكتب. يبقى انا كده جهزت معايا الاربع اركان بتاعه المذكره. لسه باقي قصادي ايه؟ لسه باقي ان انا اكتب بقى محتوى المذكره. برضو انا هحدده من خلال المحتوى بتاع السؤال او من خلال الداتا الموجوده قدامي في السؤال. طيب شوف كده ask them to يعني اطلب منهم to remember that letters from BOS should have the date on the right not on the left. يعني هو المذكرة دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت المفروض هتطلب من الـ من الـ من هيئة العمل الكتابية او clerical staff، انت المفروض بقى ايه هتطلب منهم؟ ايه هتطلب منهم؟ to remember يتذكروا that letters from BOS ان الخطابات الواردة من شركة BOS او اللي جاية من شركة BOS should have the date on the right not on the left. ان الخطابات اللي صادرة من شركة BOS لازم يكون مكتوب فيها التاريخ ناحية اليمين وليس ناحية اليسار. خلاص انا كده حددت المحتوى ازاي. انا هعمل ايه؟ ask them to دي همسح او هشيلها خالص. بقى انا عندي كلمة ايه اللي remember that، يبقى ايه تذكروا ان الخطابات من شركة BOS from POS should have the date on the right not on the left. يبقى انا كده جهزت معايا المحتوى كامل وجهزت معايا الاركان وكل حاجة. اللي باقي بس ان انا اكتب المذكرة بتاعتي وبعد كده انهيها. يلا نكتبها مع بعض. يلا اول حاجة from يعني من. فين بقى from اللي احنا حددناها؟ ايوه from Delabain. Delabain اللي هو اسم الشخص اللي كاتب المذكرة اللي هو راسل، الراسل بتاع المذكرة. to يعني الى. الى مين موجهة؟ الى مين؟ زي ما احنا حددنا هو في السؤال all clerical staff يعني كل الهيئة الكتابية all clerical staff. reference اللي بختصرها ل RE. طيب هكتب ايه اللي هو بعد كلمة about؟ يعني حول ايه the layout of letters يعني تصميم الخطابات. طيب لسه باقي عندي التاريخ، نكتب تاريخ اليوم write today's date. كتبنا خلاص تاريخ بتاع اليوم. يلا بينا نكتب بقى المحتوى. ممكن انا ابتدي اقول remember that على طول، بس انا عايز ابتدي بشكل polite بشكل مهذب. يبقى ممكن اقول ايه please remember that letters from BOS should have the date on the right not on the left. خلصت المذكرة بتاعتي حطيت في الوسطاب. خلاص لسه باقي ايه؟ لسه باقي ايوه ان انا انهي المذكرة. هنهيها بايه؟ ب thank you. thank you او thanks. انا كده المذكرة السؤال بتاعها بيكون من اسهل الاسئله ان انت ممكن تحلها، بيكون بسيط وسهل ان انت تاخد المعلومات من السؤال، وما عليك غير ان انت بس بتجهز الحاجه بتقسمها وبعد كده بتشتغل بيها. ننقل على سؤال اخر. في عندنا conversation
في شخصين A and B بيتكلموا مع بعض، من الواضح ان هي تلفون كول او محادثة هاتفية. Hello 3453749. يبقى الرد رد ايه؟ وقال رقم التليفون علشان ما يسيبش مجال للخطأ، لو حد متصل بالغلط ايه يقول انا يعني I'm sorry this is a wrong number. فالمتصل بيرد عليه بيقول له Hello is، وفي عندنا space John. قال له yes it is. طيب في الحالة دي هكتب ايه؟ ايوة هقول is that John، اللي معايا ده John. قال له yes it is، ايوة اللي معاك John. Hello John، في عندنا space is صلاح. يعني هو قال له هو اللي معايا ده John، قال له بقى ايه اللي معاك ده او انا اكون صلاح، يبقى ايه this is صلاح. This is صلاح. How في space you صلاح، يبقى ايه yes how are you، how are you صلاح. I'm fine thanks and، وفي عندنا space رد عليه قال له I'm fine thanks، يبقى في الحالة دي and ايه and you، and you yes. يبقى هو بيقول له وانت اخبارك ايه؟ فقال له I'm fine thanks. يبقى احنا علشان نحل السؤال بتاع الconversation، لو احنا مثلا فرضا يعني مش عارفين ان احنا نخمن الاجابة، تايهة عننا الاجابة، نعمل ايه في الحالة دي؟ بنبص على الجملة بتاعة الطرف الاخر اللي بيرد بيها، هنقدر ان احنا نستكشف بيها او نكتشف السؤال او الحتة الفاضية المكان بتاع النقط ممكن نحط فيه ايه. يبقى اذا احنا نقرأ الاول المحادثة ككل وبعد كده نحدد ايه اللي ممكن ان احنا نحطه، وطبعا بنعتمد على language functions اللي احنا درسناها فبتسهل علينا مواضيع كتير قوي. يلا نكمل مع بعض. يبقى المحادثة بتاعتنا نقرأها كاملة. Hello 3453749. Hello is that John؟ Yes it is. Hello John this is Salah. How are you؟ How are you Salah؟ I'm fine thanks and you؟ I'm fine thanks. نشوف مع بعض another dialogue or conversation. How، وفي عندنا space is Paul. طيب نشوف كده احنا الـ السؤال ده ناقصه ايه. نشوف الاجابة اللي بعده بتاعت بي بيقول له I think he's 30. Yes يعني ايه؟ اعتقد ان هو عنده 30 سنة. يبقى انا في الحالة دي بسأل على ايه؟ على السن. يبقى How old is Paul؟ How old is Paul؟ I think he's 30. عنده 30 سنة. What about George؟ يعني ايه اخبار جورج؟ ماذا عن جورج؟ I don't know. I، وفي عندنا space، think he's over 40. انا ما اعتقدش ان هو ايه فوق الاربعين مثلا. يبقى I don't think he's over 40. طب لو الشخص التاني هيقول نفس الكلام، انا فعلا ما اعتقدش برضو، هيقول ايه nor do I. يبقى nor do I. He's probably about 35. هو حوالي، من المحتمل ان هو يكون ايه about، يعني حوالي 35 سنة or 35. نقرأ كده مع بعض تاني ال conversation بتاعتنا. How old is Paul؟ I think he's 30. What about George؟ I don't know. I don't think he's over 40. Nor do I. He's probably about 35. تمام؟ نشوف مع بعض مثال آخر. Number 3. في عندنا two spaces، يعني احنا هنحط كلمتين. Like films؟ يعني هو ده سؤال، وبعدين الإجابة بتاعته في space I do. يبقى إيه؟ يبقى ممكن يكون السؤال مثلا هل تحب الأفلام؟ يبقى do you like films؟ يبقى إيه الإجابة؟ طالما قال I do يبقى إيه yes I do. تمام. وبعدين في عندنا three spaces to come with me to the cinema this evening، يعني بعرض عليه. لسه احنا دلوقتي قايلين في language functions ازاي ان انا بعرض على حد او بعزم حد ان هو يجي معايا السينما مثلا. بقول ايه would you like to come with me to the cinema this evening؟ هل تحب ان انت تأتي معي للسينما هذا المساء؟ طيب الاجابة هنا I'd love. ها ايوة I'd love to، زي ما احنا خدنا من شوية في language functions. يبقى اذا language functions بتساعدنا كتير ان احنا
نبقى عارفين ازاي نحل الكونفرسيشن. I'd love to but I can't. I'm busy. I'm busy ايه؟ هو طالب منه ان هو يخرج معاه يروح السينما هذا المساء. ففي الحالة دي بيقول له ايه؟ I'm busy ايه؟ ايوه هذا المساء this evening. يبقى بنقول من مع بعض كده الكونفرسيشن بتاعتنا تاني او الديالوج بتاعنا تاني. Do you like films? Yes, I do. Would you like to come with me to the cinema this evening? I'd love to, but I can't. I'm busy this evening. تمام؟ بعد كده عندنا سؤال matching. Match these abbreviations to the definitions. يعني ايه؟ يعني انا في عندي abbreviations. يعني abbreviations يعني اختصارات. في عندي اختصارات والتعريف او التعريفات بتاعتها. طب نشوف كده اول اختصار معانا ENCL بمعنى enclosure او enclosed بمعنى ايه؟ بمعنى مرفق مع الخطاب. طيب تاني اختصار معانا PTO بمعنى please turn over او من فضلك اقلب الصفحة او يعني خليك في الصفحة التانية من فضلك اقلب الصفحة. B.P يعني on behalf of او بالنيابة عن. SAE يعني stamped and addressed envelope يعني عندنا ظرف مختوم مجهز للطوابع وموجه. TEL بمعنى رقم التليفون. C.C بمعنى carbon copy او نسخة كربون او نسخة طبق الاصل. اوكي يعني نستخدم بقى الابريفيشنز دي، هنشوف ايه التعريف المناسب لكل abbreviation ونحطه قصاده. نشوف كده اول مثال معانا. A. This means look on the other side of the paper. يعني ايه؟ هنقلب الصفحة على الناحية التانية. يعني ايوه BTO please turn over. This means look on the other side of the paper. يعني انظر على الجانب الاخر او على الجهة الاخرى من الورقة. B. This means telephone number. This means telephone number. يعني ايه telephone number؟ يعني رقم الهاتف. يبقى ايه؟ TEL. TEL يعني رقم الهاتف. يبقى this means telephone number يعني معناها رقم الهاتف. C. A secretary writes this before his or her signature. When he or she signs a letter before signs a letter for the bus. يعني ايه؟ يعني السكرتيرة a secretary writes this before بتكتب ده قبل توقيعه او توقعها. يعني السكرتير او السكرتيرة قبل ما بيوقع بالنيابة عن الرئيس يعني بيوقع نيابة عنه بيكتب ايه؟ بيكتب الابريفيشن ده. يبقى a secretary writes this before his or her signature when he or she signs a letter for the boss. بتوقع له هي، بتوقع بالنيابة عنه. يبقى نختار ايه؟ yes B.B. D. You can send this with a letter so that the recipient can reply to you easily. يعني انت تقدر ان انت تبعت ده. You can send this. تقدر ان انت تبعته. With a letter. So that the recipient اللي هو المستلم can reply to you easily. يقدر ان هو يرد عليك بسهولة. ايوه يعني انت لو الخطاب معايا الانفلوب بتاعه او الظرف بتاعه موجه وموقع وايه ومختوم، في الحالة دي بيكون سهل ايه ان احنا نرد عليه او نبعت له الرد بسرعة. يبقى ايه؟ SAE اللي هو stamped and addressed envelope. E. This abbreviation means there is something in the envelope with this letter. يعني ايه الاختصار ده؟ This abbreviation. Abbreviation بمعنى اختصار. This abbreviation means there is something in the envelope. في شيء اخر موجود في الايه؟ في الظرف. With the letter. يعني في حاجة موجودة بجانب الخطاب. حاجة احنا ارفقناها مع الخطاب. يبقى بالنسبة لده هيبقى ايه اللي هو مرفق مع او مرفق مع الخطاب اللي هي enclosure او ENCL. يبقى this abbreviation means there is
something in the envelope with this letter. يعني معناه ان في حاجة مرفقة مع الخطاب اللي معانا، تمام، اللي هو ENCL او enclosure. If this means, this means that you are sending a copy of the letter to someone else. يبقى this means ده معناه you are sending، انت بترسل a copy، نسخة of this letter، للخطاب ده لشخص اخر. يبقى ايه؟ ايوه C.C او carbon copy، اللي هي ايه؟ نسخة طبق الاصل او نسخة كربون. يبقى this means that you are sending a copy of this letter to someone else. سؤال اللي معنا بعد كده، should the correct answer from A, B, C or D. يعني نختار الإجابة الصحيحة، choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات A, B or C or D. Okay. You space clean your hands before eating. You should, you can, you shouldn't, you did. يبقى ايه؟ ايوه يجب عليك او ينبغي عليك، يبقى you should يبقى الاجابه بتاعتنا. ليه؟ احنا كمان بقى معاها كمان الفعل في المصدر، يبقى you should ينبغي عليك. To clean you should clean your hands before eating، ينبغي عليك ان انت تنظف يديك قبل ايه؟ قبل الاكل، قبل ما تبتدي ان انت تاكل. يبقى you should، طبعا كان بمعنى يستطيع مش هتبقى صح، وشودنت هتبقى معنى خطأ، وديد ما هيش طبعا ايه مناسبة معنا ومش مناسبة كمان للمعنى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. I hope you enjoyed our episode today. I found it useful. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة النهاردة وتلاقيتوها مفيدة بالنسبة لكم. طبعا احنا النهاردة اخذنا في الحلقة بتاعتنا يعني حاجات مفيدة لنا جدا. ابتدينا الاول بفوكابلري، بعد كده يعني خدنا المفردات بتاعتنا. المفردات دي احنا نستخدمها في اوقات كتيرة جدا طول السنة، هنستخدمها كمان في هنستخدمها في المحادثات، وهنستخدمها في الترانسليشن، وخدنا مع بعض ازاي نكتب المذكرة، واخدنا اكسرسايزز على الشغل بتاعنا. Until we meet next time إن شاء الله. Wish you all the best. أتمنى لكم أطيب الأمنيات.